لكن كما قلت الأخطر الآن في المغرب هو عندما تواجه ومن قبل فئات ينبغي أن تحارب هذا الخطاب أن هناك واقع ويصعب تغييره وهناك أصحاب الشكارة. يمكن أن نتجاوز هذا الواقع، وأنا جد متأكد بأن من يدفع هؤلاء أصحاب الأعيان إلى السطو على الأحزاب السياسية والبحث عن المقاعد لأنهم لا يشعرون بنوع من لا 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 يشعرون بنوع من الارتياح لحماية مصالحهم، ونحن نقول لهم تركوا العمل الحزبي للأطر للكفاءات للفعاليات القادرة على تدبير الشأن العام وتدبير الشأن المحلي، وأكيد أن هذه أكبر ضمانة لحماية مصالح جميع المغاربة يعني في إطار القانون. شكرا أستاذ محمد ظريف.